الاسم الجديد لرئاسة الوزراء البريطانية القادم توضح وأكد أنه ريشي سوناك، لكن ماذا بخصوص الملفات التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد، خصوصا وأن الإرث الذي تركته تراس وقبلها سلفها بوريس جونسون ثقيل جدا، خصوصا تلك التحديات الداخلية. بداية من الاقتصاد، هذا الملف الذي يحدد نجاح أو فشل أي رئيس حكومة قادم، كخفض الضرائب ومواجهة عجز الميزانية وحلول للخروج من الركود والتضخم. رئيس الحكومة الجديد ريشي سوناك سيجبر على مواجهة تداعيات قرارات تراس الاقتصادية كتبعات قرار إلغاء خطة لربط أجور القطاع العام بتكاليف المعيشة الإقليمية، خصوصا وأن تلك الخطة جوبهت برد فعل عنيف من كبار المحافظين الذين قالوا أن ذلك سيعني منح رواتب أقل لملايين من العمال خارج لندن. من بين التداعيات الاقتصادية أيضا هناك أزمة تكلفة المعيشة، وعلى ريشي سوناك إيجاد معالجة سريعة لارتفاع رسوم الكهرباء وزيادة إمدادات الطاقة وغيرها. وهناك أيضا مشاكل في النظام الصحي بحيث يجب إيجاد حلول لها، كأنها أزمة طوابير الانتظار للمرضى وحل مشكلة نقص الأيدي العاملة في القطاع الطبي. ومن المشاكل أيضا مشاهدينا التي تنتظر الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة سوناك هي مشكلة التعامل مع تحديات النقابات العمالية ومواجهة زيادة فعاليات الاحتجاجات والإضرابات تنديدا بالسياسات الحكومية، كما أن تبعات الخروج من بريكزيت التي لم تسلم منها تراس سيتوجب على رئيس الوزراء القادم حلها بشكل كامل، بداية من إنهاء كل القواعد والقوانين المتعلقة ببقايا الخروج من الاتحاد الأوروبي.